بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. الاصحاح 17 من سفر الملوك الاول. بركاته علينا امين. قال ايليا التشبي من مستوطني جلعاد لاخاب: حي هو الرب اله اسرائيل الذي وقفت امامه، انه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين الا عند قولي. وكان كلام الرب له قائلا: انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريت الذي هو مقابل الأردن، فتشرب من النهر، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. فانطلق وعمل حسب كلام الرب وذهب فأقام عند نهر كريت الذي هو مقابل الأردن، وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء، وكان يشرب من النهر. وكان بعد مدة من الزمان أن النهر يبس لأنه لم يكن مطر في الأرض. وكان له كلام الرب قائلا: قم اذهب إلى صرفة التي لصيدون وأقم هناك، وإذا قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك. فقام وذهب إلى صرفة وجاء إلى باب المدينة، وإذا بامرأة أرملة هناك تقش عدانا، فناداها وقال: هاتي لي قليل ماء في إناء فأشرب. وفيما هي ذاهبة لتأتي به ناداها وقال: هاتي لي كسرة خبز في يدك. فقالت: حي هو الرب إلهك، إنه ليست عندي كعكة ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوز، وهانذا أقش عودين لآتي وأعمله لي ولابني لنأكل ونموت. فقال لها إلي: لا تخافي، ادخلي واعملي كقولك، ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة اخرجي بها إلي، ثم اعملي لك ولابنك أخيرا، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل: أن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجهه. وفعلت حسب قول إيليا، وأكلت هي وهو وبيتها أياما. كوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إلي. مجدا للثالوث القدس الآب والروح القدس إلهنا إلى الأبد أمين. ده بداية سيرة إلي. قبل كده ملوش ذكر، يعني ظهر فجأة في أيام أخاب ملك إسرائيل. أخاب كان رجل، والإنجيل قال إنه باع نفسه للشر، يعني مش بيعمل شر، يعني زاد قوي لدرجة إنه باع نفسه للشر. فظهر فجأة قدامه إيليا وقال له: قفل السماء. القديس يعقوب في الرسالة قال إيه؟ قال كان إيليا إنسان تحت، صلى صلاة ألا تمطر فلم تمطر. يعني الكلمة اللي كان بيقول قالها دي صلاة. قال لأخاب، قال صلى صلاة ألا تمطر، وقال لأخاب مش هتمطر الدنيا. الكلام عن كثير. آخر سفر ملاخي، آخر الأسفار، قال أنا هبعت لكم إلي قبل مجيء المسيح على طول. أنا هبعت لكم إلي. وبنقول في الاسم أن الصوم والصلاة رفعوا إلي للسماء، فهو ما دقش الموت لغاية النهاردة. يعني شخصية عجيبة. لما بشر الملاك زكريا الكاهن عن يوحنا المعمدان يتقدم أمام الرب بروح إلي وقوته،
عشان يرد قلوب الآباء الأبناء والعصاة إلى فكر الصديقين ويهيئ للرب شعبا مستعدا. فروح إلي دي روح يعني كبيرة أوي من الحاجات العلامات الكبيرة أوي في كتاب مقدس. وطبعا هيجي إلي كل اللي طلعوا أحياء دول يرجعوا تاني, سر ما حدش بيعرفه. قبل التجلي ظهر إلي وموسى المسيح, يعني من القمم الكبيرة أوي, مش شخصية عادية. كان بيتكلم مع المسيح عن خروجه المزمع عن الصليب, يعني سر الله الكبير أوي ده مستعلن للقديسين. وظهر بمجد على الجبل, وبعد التجلي وهو نازل المسيح للمجد التلاميذ سألوه, قالوا له ده الكتبة والفريسين بيقولوا إن إيليا يأتي أولا. فقال لهم جه وصنعوا به حسب مصرتهم اللي هم عايزين يعملوا فيه. ففهموا التلاميذ إنه المسيح كان بيتكلم عن إيه؟ عن يوحنا المعمدان. فيوحنا المعمدان خد روح إليه. وطبعا يوحنا المعمدان معتبر أكبر أعظم مواليد النساء بحسب شهادة المسيح. روح إليه. طب الرجل كبير أوي 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 ده اللي قفل السماء بكلمة وفتحها بكلمة بصلاة, صلى أيضا فأعطى السماء مطر, وقال لأخاب بقوة شديدة لا يكون مطر ولا طل إلا عند قولي لما أقول. الكبير أوي ده إيه؟ لما تقرأ السيرة بتاعته تلاقي فيه حاجات غريبة أوي. قال اهرب, بعد ما قال لأخاب كلمتين ده قال له اهرب, هرب. قال روح عيش هناك في حتة مقطوعة, أنا أمرت الغربان أن تعولك. بقى غلبان هربان. وبعد ما خلص إسرائيل من الضلالة ديت وقتل الأنبياء البعل وبتاع, جري برضه لأن إيزابل مرات أخاب قالت إيه, هو قتلهم بكرة زي دلوقتي يكون مقتول. فجري خاف, الله خاف جري لنفسه ودخل في ظلمة كده وشبه يأس, وقال له ربنا خدني. قال له مالك؟ قال له قتلوا أنبيائك وفضلت لوحدي ويطلبون نفسي عشان يقتلوها. فأنا عاوز أقول إيه, الإنسان الكبير أو أداء محاط بالضعف, فما حدش فينا بقى إيه يستعفي من الضعف. الغلبان اللي قفل السما ده قال له إيه بعد ما خلصت المية بتاعت نهر كريت, قال له روح أعتني بيك. قال له إزاي؟ قال له واحدة ست غلبانة أرملة تعولك. فأي حد بقى يعني مهما وصل للأباء الديسين بتوعنا كانوا كده, كان عندهم الميزان ده, أقاموا موتى وأخرجوا شياطين, صنعوا قوات وعملوا عجائب, وفضل الميزان بتاعهم للتضاع ده اللي من غيره يهلك الإنسان. بينه وبين نفسه غلبان. المدرسة اللي ربنا بيمشي فيها القديسين بتوعه, انت أمرت, انت قفلت السماء, واحدة غلبانة أرملة فقيرة ما حلتهاش حاجة تعولك. قال له أنا أمرتها. والمسيح للمجد قال كان في أرامل كثيرين في أيام إليه لم يرسل إلى واحدة منهم الأرملة الغلبانة بتاعت صرفة صيد. دي وراها سر. اشمعنى دي؟
وشوف بقى الواحد يعني يعني صحيح لما يكون الضخامة دي وبعدين يدخلوا ربنا المدرسة دي إن هو يقعد يعال مين اللي بيعوله؟ أرملة مسكينة فقيرة محلتهاش غير يعني شوية دي قد كده ودهن الزيت في الكوز قد إيه؟ يعني الفصل ده من المدرسة قد إيه؟ خد قد إيه؟ 3 سنين عايش على أرملة غلبانة. فالبالانس بتاع الحياة الروحية لأي حد خاضع لروح المسيح والاتضاع الشديد مين أنا؟ أنا إيه؟ يعني راجع بقى حياة القديسين تلاقيها كده. قديس بولس الرسول ده بياخد مناديل من الدمامل اللي على جسمه يحطوها على المرضى يبرأوا. برضو contradicting حاجة puzzling يعني عيان مكحكح المناديل العصائب اللي على جسمه اللي فيها قروح تشفي الأمراض وهو عيان. بالانس أي حد في حياته لازم يبقى فاهم دي كويس أو خاضع لربنا. يعني ممكن بقول لكم يوصل الإنسان لدرجات عالية روحية لكن ممكن يهلك إذا ما كانش يدخل المدرسة دي أو القعدة عند نهر كريت الغربان بتعوله لحمة وزي أنبا بولا كده الغراب خطاف يعني يلاقي حتة لحمة يجيبها بوقه لغاية عنده حاجات غريبة صباحا ومساء ينتظره يجيله فيدرك بقى إيه ضعفه وعناية الله حاجات كتيرة قوي. يعني عشان كده بقول ما هياش مجرد دراسة بندرسها لكن احنا بنتعلم تعلم الواحد يحط نفسه تحت ايد ربنا ويتعلم انه ضعيف غلبان. أخاب كان اتجوز إيزابل دي وثنية وسجد للأوثان. الأصحاح 16 اللي قبل ده آخره يقول أخاب بن عمري ملك على إسرائيل في السنة 38 لآسا ملك يهوذا ملك أخاب بن عمري على إسرائيل في السامرة 22 سنة. وعمل أخاب بن عمري الشر في عيني الرب أكثر من جميع الذين قبله وكأنه كان أمرا زهيدا سلوكه في خطايا أربعام بن النباط. ده أول ملوك بتاع العشر أسباط فصل العشرة عن سبط يهوذا تاني وقال ايه بتروحوا ليه اورشليم وبتاع احنا هنا في السامره احسن وعزل الشعب عن عباده ربنا وابتدوا يعني يضلوا. اكبر واحد عمل ضلاله في شعب اسرائيل يربعام بن نباط ودي اكبر خطيه. قال عن اخاب ان اللي عمله يربعام بن نباط ده كانه حاجه قليلة عمل أكتر منه مرات كتير. اتخذ إيزابل ابنة أتباع ملك الصيدونيين امرأة وسارة وعبد البعل. بعل يعني سيد يعني بس الإله ده for your surprise يعني كان اسمه إله المطر. ف
فده عبده عشان ايه يبقى فيه بروسبورتي والمطر يجي والدنيا. فقعد يعبد البعل ده، فوقف قدامه اللي قال له ايه، قال لا انا اوريك اله المطر، اله الخير اللي انت بتعبده، اللي انت ماشي وراه، اللي انت سلمت نفسك ليه، خليه ينفعك. فقفل السماء وصار وعبد البعل وسجد له وأقام مذبحا للبعل في بيت البعل الذي بناه في السامرة، وعمل أخاب سواري وزاد أخاب في عمل لغزة الرب إلى إسرائيل أكثر من جميع ملوك إسرائيل الذين كانوا قبله. في أيامه بنيت أريحة على عكس ما قال يشوع بن نون. تقول طب واحد بتاع ربنا كويس يمنع الخير؟ يعني إيليا ده راجل بتاع ربنا، طب يمنع الخير؟ قال لا، خطاياكم حجزت الخير عنكم. وإيه اللي منع الخير صحيح؟ الخطايا. يعني بعد الحادثة ديت اتواجه إلي مع أخاب، والراجل الملك ده من الغيظ، والناس كانت بتاكل أي حاجة بقى، الجوع شديد شديد شديد. قال له أنت مكدر إسرائيل؟ قال له أنا. قال له أنت اللي عامل غم على الناس؟ قال له مش أنا، بل أنت وبيت أبيك بترككم الرب. الخطية هي اللي عاملة كده. فلما يحصل في حياة أي حد فينا، في كنيسة، في بيت، في بتاع، يحصل المنع ده بتاع النعمة من المطر، يعني بالنسبة لينا احنا ان المطر بالنسبة لينا اللي هو الروح، النعمة، الخير، سبب النمو الروحي والحياة كلها المطر ده. طب افرض حصل الجفاف ده، يبقى فيه ايه؟ وفي خطأ، حصل النشف ده، يبقى في خطية، مش كلام. حتى في حياتي أنا الخاصة، يعني أقول لك كنت زمان كده قلبي حن، دموع تنزل. ما هو القلب الحنون الحلو ده اللي مليان من نعمة الله يجيب المطر. أول ما تيجي خطايا بقى وتدخل الحياة، يبقى القلب إيه؟ نشف، جبس، تحجر. طب يجيب ميه منين؟ لو كنت زمان يعني اسمع اتاثر، صلي قدها سابكي، خلصت الحكايه دي، قول له الحق، يبقى في مصيبه حصلت، يبقى في خطايا، يبقى في نشف، يبقى في جفاف، يبقى في موت. طب ارجع ازاي؟ ترجع ازاي؟ لان اما ترجع لربنا بحق يرجع المطر تاني. يعني بقول لك ده درس لحياتي الخاصه. اذا القلب بقى جبس، اجيب من الميه، ما ده جفاف. حتى في الأقوال الآباء الكبار يقول لك في حاجة اسمها الجفاف الروحي. بقى القلب وصفه حزقيال النبي زمان، قال إيه؟ القلب حجر. ما عادش بقى، يعني كان زمان يحن كده. إزاي بيتحجر؟ بيعتاد الخطية. بيعتاد البعد، تعود على كده، تعود على كده، تعود على كده، بقى يبلع الخطايا اللي كان زمان يكرهها، يعني واحدة 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 تلاقي تحجر. عارفين يعني مثلا ايه، الواحد يكون عمره ما شاف حد ميت، يبقى هيموت متأثر، تعبان، باكي باكي. اللي بيشتغلوا في المشرحة، في الكورنر، في الحنوتية، البتاع بيشيل جثة الميت كأنه طوبة،
تعود. يعني الحساسية بتاعتنا بتفقد إذا كان الإنسان يعتاد الخطية. يبلعها يتعود يتعود يتعود، القلب ينشف. فحتى يلاقي حد، كان زمان يشوف فقير ضعيف غلبان عيان خاطي، يشوف حد خاطي يروح البيت يبكي عليه. ليه؟ لأنه حي. فالمطر والجفاف دول حالتين يعني برضو الواحد لازم يوعاهم كويس. حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه، وفي المرة اللي بعدها قال الذي أنا واقف أمامه. وفين ربنا؟ قال اللي أنا عايش بيه، مش اللي بسمع عنه. يعني هو في حالة وجود مع الله. ده السر برضو. إيه القوة دي؟ هتيجي منين؟ من حالة الصلاة الآباء في العهد الجديد في كل التاريخ الكنسي. الناس اللي عاشوا مع ربنا دايما حازوا على القوة الروحية دي، لأن وجود الله، وجودهم في حضرة الله ما بيغيبش عنهم. يعني ربنا مش بتاع الكنيسة، أمال بتاع إيه؟ بتاع كل حتة. يا ربنا اللي في الكنيسة، طب ما احنا عارفين ان ربنا في الكنيسة، ولا ساعة ما الواحد بيبقى في الكنيسة بيبقى فكره في ربنا. طب وبره؟ الوجود الدائم مع الله، حضور الله اللي هو شايفه. قال حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. ثالث فتية قالوا لنبوخذ نصر وإذا يوجد إلهنا، هو مش شايفه، هم شايفين. طبعا التدريب ده، ان الواحد يبقى دايما مع ربنا، محتاج شغل كتير وصلوا له الاباء بجهادات كتير. ليه؟ لان الدنيا بتاخد الواحد. الحاجات المحيطه بينا، الاجواء المحيطه بينا، العالم اللي فيه بياخد الفكر طبعا. لكن لما الواحد يدرب نفسه ان هو يقول ايه، به ناحية ونتحرك ونوجد، يبتدي فعلا يعيش حياة روحية مظبوطة. لان غياب الواحد عن مصدر القوة او احساسه إن هو حتة من المكنة بتاعت العالم، أهو بقى نعمل إيه؟ ما إحنا بندخل في الدوامة. لا، ده أنت بتدخل العالم بالمسيح، بتروح الشغل بتاعك بالمسيح، بتدخل المعاملات مع الناس مش بجسمك ولا بعقلك ولا بروحك. حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه، أنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. إيه الثقة دي؟ صحيح؟ إيه القوة الجامدة دي؟ كان إيليا إنسان تحت الآلام، تحت الآلام مثلنا. قال له روح استخبى من وجه. طب مش هو اللي قفل السماء؟ طب مش بالمسيح له المجد نفسه هرب من وجه هيرودس؟ مش المسيحية ولا الحياة الروحية يعني الواحد يواجه الشر؟ هو عمل العمل اللي ربنا قال له عليه. طب وقف بقى وقول له انت ما تسويش
وانا اللي قفلت السماء انت ما تقدرش على روح تستخب اختبئ من وجه الشر. الحاضر حلو في القديسين الكبار قوي 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 الطاعه المطلقه، روح اعمل حاضر، يسمع صوت ربنا كده ويخضع استخبى حاضر، روح تراءى لأخاب، بيقولوها بالإنجليزي أخاب على فكرة، أخاب بتقرا بالإنجليزي كده، قال روح تراءى، قال له حاضر، روح صرفت صيدة أنا أمرت المرأة تعولك حاضر. برضو كل الآباء القديسين تلاقيهم كده، لما تسمع صوته حاضر، ما فيهاش عناد، ما فيهاش أنا، ما فيهاش ذات، ما فيهاش. تشرب من النهر، قد أمرت الغربان أن تعولك هناك، فانطلق وعمل حسب كلام الرب وذهب فأقام عند نهر كريت الذي هو مقابل الأرض، وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وخبز ولحم مساء، وكان يشرب من النهر. وكان بعد مدة من الزمان النهر يبس لأنه لم يكن مطر في الأرض، وكان له كلام الرب قائلا قم اذهب إلى الصرفة التي لصيدون وأقم هناك، وإذا قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك. فقام وذهب إلى الصرفة وجاء إلى باب المدينة، وإذا بامرأة أرملة هناك تقش عدانا، فنادها وقال هاتي لي قليل ماء. طبعا عرف يعني ما البلد ومليانة ناس ويعرفته، عشان كده بقول لك في حاجات يعني أسرار، قال لها هاتي لي شوية مية، راحت تجيب المية قال لها اديني كمان لقمة، قالت ما حلتيش ده حتة يعني شوية دقيق وش هعمل حتة لقمة ليا وكلها أنا وابني نموت، قال لا اعملي لي الأول، اعملي لي الأول ده أنا هاكلها باسم الرب، مش كأنها لذاته، كأنها تقدمة لله، فلازم الأول. والكمية الإيمان في الحوادث البسيطة دي رهيبة، يقول أنت مين أنت؟ أنت مين بتطلب مني إيه؟ عاملة زي السامرية كده، تقول له أنت مين؟ تطلب إيه؟ قالت لا لا ديت أمرها، قال أمرت الأرملة دي إنها تعولك، أنا كلمتها، لا أعملي لي واحدة الأول لقمة لأكلها باسم الرب، وبعدين كوار الدقيق لا ينقص وكوز الزيت ما يخلصش. إيه ده؟ 3 سنين، 3 سنين كاملة شوية دقيق دول مبيخلصوش. طب مش دي ممكن برضو تبقى يعني في الحياة الخاصة الإحساس بنعمة ربنا لو الواحد يدقها؟ الخير ما يخلصش، نعمة اللي جواك ما تخلصش، كوار الدقيق اللي هو حبة الحنطة دي هنا خلاص، الزيت يعني الروح القدس، الزيت يعني الروح ما يخلصش من جواك، تجدد يزيد ينمو. ما تقولش ابدا انا اعتاز، كان زمان كلنا بنقول الحكايه دي، انا كنت زمان اصلي فرحان بعدين خلص، لا
كوار الدقيق لا ينقص يزيد. ودهنة الزيت دي اللي انت دهنت بيها اللي هي الميرون المقدس اللي فيك خلاص، الروح تعيش بالروح، تتكلم بالروح، تفكر، يزيد يتملي الإنسان مش ينقص مش يجف. إذا كان ربنا في الحياة تبقى كده، الخير يزيد، الخير الجواني. الموت اللي هو ما طبعا خلصوا شوية الدقيق وخلص شوية الزيت، قالت نخلصوا نموت، طب ما يخلصوش نفضل حي. إذا النعمة فينا وكلمة ربنا المواعيد الصادقة والأمينة، يفضل النعمة موجودة في الإنسان فما يموتش. كفاية كده. نكمل إن شاء الله، هناخد كمان أسبوعين، الحد الثاني والثالث والحد الرابع هيبقى عيد الصليب الصبح، وهنعمل في الاجتماع ده تذكرة ابونا بشوي بنعمة المسيح في الحد الرابع. رسول بنوتي مسيح إلهنا ملك السلام، أعطينا سلام، أقر لنا سلامك، أغفر خطايانا، لك الملك والقوة والعز للأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة. حبط الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا مخلصنا المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم، امضوا بالسلام، سلام ربكم.